المزيد عن فعاليات اليوم في معرض الكتابة الدولي في الرياض ينضم إلينا مراسل الأخبارية منصور الأمير. أهلا بك منصور. إذن منصور، كيف هو الإقبال هذا اليوم وأيضا أبرز الفعاليات التي ستقام اليوم مصاحبة لمعرض الرياض الدولي للكتاب؟ أهلا ومرحبا بك وبمشاهدي قناة الإخبارية. لازلنا وإياكم في نقل فعاليات هذا العرس الثقافي وهذا الكرنفال الكبير الذي يأوي إليه المتعطشون للحرف والكلمة من كل حدب وصوب. نحن هنا في معرض الكتاب حيث الزحام الذي يشتد كلما اقتربنا أيضا من ساعات أو من غروب الشمس بحكم انتهاء الدوامات وخروج الكثير من الناس كبارا وصغارا، أطفالا رجالا ونساء أيضا من مختلف الأعمار والجنسيات، وكلهم يبحثون هنا بين أكثر من 500 ألف عنوان و 300 دار نشر مشاركة، عفوا 900 دار نشر من مختلف دول العالم. نحن هنا نتحدث في رحاب الثقافة والحرف والكلمة. نحن هنا أيضا ويعلم الجميع أن دولة البحرين التي كانت وما زالت هي ضيف شرف هذا العام، وذلك للبعد الثقافي والحضاري والاجتماعي أيضا الكبير بين المملكة العربية السعودية وبين دولة البحرين. أيضا ربما للمزيد أو الإضاءة حول هذه المشاركة وحول بعض الفعاليات التي تخللت أيام المشاركة ينضم إلي الشيخ إبراهيم آل خليفة وهو المدير المساعد للمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي. مرحبا بكم، وش جديد ركن البحرين؟ الله يسلمك، شكرا لهذه الاستضافة، مقدرين مشاركتكم معنا. طبعا سعدنا طبعا نكون سنة ضيوف شرف لمعرض الرياض الدولي للكتاب، وهذا المعرض المميز على المستوى العالمي بمشاركة كبيرة من طبعا مختلف دول العالم. طبعا مشاركة مملكة البحرين عبر هذا الجناح يصدر عبر اصدارات هيئة البحرين للثقافة والآثار ونقل مشروع نقل المعارف. هذا المشروع الذي يترجم كتب من لغات مختلفة إلى اللغة العربية وتوفيرها إلى 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 القارئين. طبعا أيضا نشارك ببرنامج ثقافي متكامل نتطرق فيه بشكل يومي إلى مواضيع مختلفة. فعلى سبيل المثال اليوم نناقش في تحديات التراث ومحافظة على التراث بندوة ستقام الليلة إن شاء الله، وأيضا مواضيع طبعا يعني تتطرق إلى ما يجمعنا من إرث ثقافي متميز. وطبعا العلاقات السعودية البحرينية هي علاقة ممتدة ولها جذور عميقة بالتاريخ وإن شاء الله ممتدة إلى يوم الدين إن شاء الله. أسألك أيضا عن أبرز ما يحويه المعرض، يمكن أكثر شيء لفت الناس أو ربما المشاهدين ما يعرفون أنه هذا ما يزين المعرض هي أقلام رصاص أيضا، وش أبرز ما يحويه المعرض بالنسبة بالإضافة إلى هذا اللفت الجمالي؟ طبعا الجناح يحتوي على اصدارات الهيئه مثل ما ذكرت، هيئه البحرين للثقافه والاثار اخر اصداراته. طبعا اصدارات يعني متنوعه في بعض في التراث، بعضها في الثقافه، بعضها في نشر في الشعر، بعضها في الروايات. هناك ايضا اصدارات سنويه لبعض الثيمات المعينه، وايضا مشروع المتميز هو مشروع نقل المعارف. مشروع نقل المعارف هو مشروع للترجمه، يترجم ابرز ما كتب في العالم ومن الهيئة البحرينية للثقافة والآثار نترجم هذه الكتب ونوفرها عبر هذا الجناح. أشكرك جزيل الشكر شيخ. شكرا استضافة، الله يسلم، مشكور، الله يسلم. إذن مشاهدين هذه أبرز أو هذا جزء من أبرز ما يدور داخل هذا العرس الكبير، العرس الثقافي الكبير، وداخل هذه الفعالية بين أروقة معرض الكتاب في نسخة هذا العام. الآن يزدحم أيضا المشهد من أمامي، ويمكن فعلا ما يجمل جناح دولة البحرين أن هذه الزينة هي عبارة عن أقلام من الرصاص أيضا المطلية التي تم تعليقها بشكل رائع جدا. هذا ربما كل ما لدينا حتى الآن، نعود إليكم إن شاء الله في النشرات القادمة بإذن الله. شكرا لك إذن من معرض الرياض الدولي للكتاب مراسل الإخبارية منصور الأمير.